مرحبا جميعا، أنا الدكتور نجيب صفي الدين، أخصائي جراحة الصدر في مستشفى مايكل جارن بشرق تورونتو. أنا بتوجه برسالة لكل أهلنا العرب بشرق تورونتو وتورونتو والمنطقة عموما ضمن حملة للمستشفى للتوعية بخصوص فيروس كورونا وتحديدا الإجراءات المطلوبة. بطبيعة الحال إحنا عم نمر بفترة صعبة ومن غير الممكن أن نلتقي مع أهلنا وأحبابنا، في ناس خسرت أشغالها وأرزاقها، وبالتالي رغم هالشي لابد من الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديدا أنه نلبس الماسك أو القناع عند الخروج من البيت ويغطي الأنف، عدم ملامسة الوجه قبل غسل اليدين، غسل اليدين تكرارا ومرارا، وتحديدا عند الدخول أو الخروج من أي مكان أو حمل أي غرض أو دخول إلى السبوي أو غيره، عدم التجمع بأي مكان عندما يكون في عدد كبير من الناس مهما كانت الأسباب. وأخيرا بدي أتوجه بكلمة سريعة لأهلنا جميعا أنه مصدر المعلومات عن كورونا فيروس يكون تحديدا من وزارة الصحة أو توابعها. في كتير معلومات تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهي بالأغلب مغلوطة أو غير دقيقة وأحيانا صراحة مضرة، فأنا بدعوكم الالتزام بالمصدر الأساسي وهو وزارة الصحة. وأخيرا بتمنى تكونوا جميعا بخير وصحة، كل تحياتي.